مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي للبقع الداكنة وتصبغات الجلد، وبنفس الوقت مبيض كمان للبشرة، بيوحد لون البشرة ويعالج الخطوط اللي بالوجه، يعني راح تستفادين منه كل الأحوال. حتى لو ما كان عندك تصبغات بالوجه، ما كان عندك كلف، كمان ممكن تستفادين من عنده للبشرة. بيجدد خلايا البشرة وبيجدد الجلد البشرة، لأنك راح أعلمك طريقة كمان كيف تبدين بالتقشير والبشرة الدهنية من البشرة الجافة. طبعا قبل عشان ما بطول، البشرة الجافة بتقشر بشرتها ولو كل 10 أيام على الأقل مرة، كل 10 أيام أو كل أسبوع مرة. أما البشرة الدهنية تحتاج مرتين، وممكن البشرة مرتين بالأسبوع. أما البشرة الجافة ممكن مرة بالأسبوع أو كل 10 أيام إذا كنت موظفة وما عندك وقت مرة. اللي تستعمل الشوفان كبديل زي ما قلت لكم، هو أو النخالة تبعت الخبز كبديل للصابون، يعني بغسيلها اليومي، هذا بتكون كأنه مسوية تقشير للبشرة، بس مو ذاك التقشير اللي احنا اللي نسويه دائما، بيكون تقشير على شلون نقول درجات، يعني درجات بطيئة، فلا تخافوا عادي ما في منها أي مشكلة. طريقة اليوم راح أحكي لكم أول إشي عن أسباب التصبغات. أسباب التصبغات حبايبي هي التعرض الدائم، في مو كله، هاي نحكي بعض الأحيان، لتعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، هاي أول إشي. أو عامل وراثي، يعني أمك، أختك الكبيرة، خالتك، ستك كانت عندها تصبغات، وهذه التصبغات حتى ترى على فكرة بتكون عند الرجال كمان، بس بالقلة، القليل بتكون عند الرجال، بتكون عامل وراثي. كمان كثير يعني من كثرة استعمال الميك أب والمكياج، خاصة تبدين فيه مبكرا بالعمر، تبدين تحطين الكريم الأساس والشغلات والهذه اللي انتوا هسه قاعدين تتفننون فيها. ومن شلون نقول، ما بحكي بس على الغالية الثمن، يعني كل اشي من يزيد عن حده بشلون نقول ينقلب، يعني الجلد تبعتك اكيد ينضر بالمستقبل. في بنات بيحطون كلش طبيعي وهيك، وتلقين امهاتكم، تلقين البنت وجهها تعبان اكثر من امها، يعني تلقين امها صحيح مره كبيره بس وجهها صافي وما احلى، وجه بنتها تحسيه شاحب، وهاي لان من كثره المكياج تبعتها، لان امهاتنا كانوا ما بيحطوا كثير مكياج. المهم حبايبي، كثرة المكياج وخاصة المكياج الرخيص واللي تنامين فيه، وهذا يسكر عندك المسام، وبنفس الوقت بيسبب لك التصبغات. زين، وقلنا العامل الوراثي أكيد، والولادة، في خوات كثير فترة الولادة صدرهم يتصبغ بين أفخادهم، الرقبة تبعتها تصير سودة، تحت الأبط يصير أسود، صدرها كله ينقلب أسود. بس هاي الشغلات مو تصبغات، هاي تغيرات بالهرمونات وهيك، وبعد الولادة فترة تروح، يعني لا تخافين من هاي الناحية إذا كنت تعانين من هذا الشيء. اما من الخوات اللي عندهم تصبغات العاديه، في تصبغات حبايبي قلت لكم ممكن تكون في شلون نقول تصبغات بالوجه بتكون سببها عندك مشاكل بالكبد، فلازم انت كمان تفحصين الكبد عندك، تنظيف الكبد ولو كل فترة. يعني أي أخت تعاني من حبوب، من كتير تحسس بجسمها، إذا صرت عصبية أو تنرفزتي أو إشي، صارت عندك بقع، صارت عندك، والأقل يعني ما بدك تعملين إشي، يوميا من الصبح قبل ما بتحطي أي شيء بتمك، على الأقل حبايبي تشربين ليمون، كاسة ماء دافية مع نصف ليمونة تعصريها وتشربيها يوميا. بعدها ما بتاكلي ولا تشربي، يعني تكونين صحيتي من النوم قبل الفطور تشربيها، بعدين تستني نصف ساعة وربع ساعة، وبعدين اشربي القهوة واشربي كل إشي. هذا شو عشان ننظف الكبد هيك بطريقة كلش بسيطة. أما اليوم حبايبي الطريقة تبعتي، ممكن تستعملون، معلش أعطيكم اللي ما عندها هيك طريقة، ممكن تستعملين تونر للوجه، التونر للوجه للتصبغات الوجه إلك
تونر رائع جدا، تونر يصير من قشور الليمون، رائع رائع جدا من قشور الليمون. اخذي قشور الليمون وحطيها بكاسة طيب، وسيبيها يوم كامل او يومين، او ممكن تغليها على النار بعدين تصفيها، وتحطين معاها ملعقة صغيرة من الجليسرين واستعمليه على بشرتك، او ممكن تستعملين التونر اللي هو عبارة عن ماء الخيار مع الليمون. يعني نقول مثلا تاخذين كاسة حقتها ماء خيار، تاخذين معاها نصف ليمونة، وهذا يعتبر تونر للوجه، يوضع على الوجه مدة 30 دقيقة وتغسلين وجهك كمان كثير حلو. اليوم الماسك تبعتي كلش سهل وبسيط، ويا ريت تكملين الفيديو للاخير، ويا ريت تشوفين الفيديو تبعتي على قناة الثانية كمان، راح يكون ان شاء الله ينال رضا الجميع. راح ناخذ البطاطا ونحاول نقشرها، طبعا انا غاسلتها قبل الفيديو اكيد. قشريها كثير كويس، حاولي عشان راح نقطعها وراح نخلطها. تابع الفيديو للاخير، ما تتوقعين انه الفيديو شلون تقول شايفيته لا وبعرفه وما بعرف ايش، لا تابعيه للاخير عشان تشوفين شو الاختلاف عن باقي الفيديوهات هذا الفيديو. زين، راح ناخذ هاي البطاطا، انا رجعت غسلتها زين، وراح نبلش هون نقطعها قطع صغيره. انا راح اخذ قطعه صغيره، كل تاخذوها كلها كامل، انا ما محتاجتها يعني، بس هيك شلون نقول تعتبر تغذيه للبشره، ممكن تستعمليها رائعه جدا، ممكن تستعمليها كتغذيه للبشره. طلعوا تخلون بطاطا كامله، بطاطا كامله تخلوها مع زين بالخلاط، واذا ما عندك خلاط ممكن تبرشيها ناعمه كثير. زين عندها خلاط ممكن تخلطها بالخلاط، ما عندك خلاط تحطيها شلون نقول تسويها بالمبراشه. راح نضيف معاها تقريبا نقول 3 ملاعق او 4 مو مشكله من الحليب السائل، 3 او 4 معالق من الحليب السائل. راح نحاول هسه نخلطها كثير كويس زين، يعني نسويها سائل. ممكن حليب تضيفين فنجان كامل، انا لاني انت على حبة البطاطا اللي كيك حطي لك فنجان كامل، فنجان قهوة كامل من الحليب زين، بس انا ما حابة تسوون كمية كبيرة. انا بحكي لكم ليه ما حابة تسوون كمية كثير كبيرة بعد ما اخلط. وبعد ما خلطت كثير كويس راح احاول اصفي. بحالة ما عندك الخلاط شو راح تعملين؟ راح تجيبين البطاطا وتبرشيها كثير كويس، بعد ما تبرشيها تخلطين معاها الحليب. انا زدت الحليب لانه بالخلاط ما رضى يخلط معي، زدت الحليب. تضيفين فنجان قهوة هلقة حليب، سوي الكمية كلش قليلة يعني تكفيكي لمدة 5 أيام، وممكن تكرريها هذه العملية، ممكن تستعمليها يوميا ما في أي مشكلة. بالنسبة إذا عندك المبراشة وما عندك الخلاط وبرشي بالناعم طيب، ولا تكبين المي تبعت البطاطا وخلطي معاه المي وسيبيه تقريبا شلون نقول فد 10 دقائق ربع ساعة، وبعدين حاولي صفيه كثير كويس. زين اما انا راح اصفي بهاي الطريقه، طلعوا هاي الطريقه اللي صفيت فيها، هيك راح احاول اخذ كل المي. هيك راح ناخذ كل المي زي ما انتم شايفين، وهذا هو المي تبعته. طبعا هيك راح نستعمله على مرحلتين، اول مرحله راح نستعمل وهون راح نستعمله على مرحلتين. هيك حبايبي راح شو بنسوي، حاخذ منه قليل، هون اخذت ملعقه صغيره من النشا، راح اخذ نص الكميه تقريبا، عشان هيك قلت لكم لا تسوون كميه كبيره، نص الكميه، وراح هذا احطه بحمام مائي عشان او بالمكروفيلا يعني اسخنه، عشان الاهل المغرب والتونس والجزائر اذا ما يفهموني، اسخنه شويه على النار عشان يصير عندي مثل المهلبيه.
وزي ما انتم شايفين سويته مثل المهلبيه هيك شايفيها ثقيل هيك شايفين. راح اضيف لهسه زيت جوز الهند طيب او زيت الليمون، طلعوا ملعقه صغيره جدا، يعني ملعقه صغيره جدا، اذا ما عندك زيت اللوز كمان بيصير يعني مو مشكله. وخلطي هيك معاه، هذا هو يعتبر مثل الكريم بس هو مش كريم، راح يكون يتخلى هو على الوجه مثل الكريم بس يظل على وجهك نصف ساعة زين، وحاولي اغسليه بعديها. طيب هذا هو يعتبر مثل الكريم، تاخذيه هيك طلعوا، انا طبعا بعده سخن شوي، ومديه هيك على بشرتك طلعوا. ممكن تضيفي له كمان معاه فيتامين اي. طبعا البشرة فيها تصبغات لازم تعمل تقشير، طيب حطي على البشرة كلها بالكامل وسيبيه نصف ساعة 25 دقيقة، بعد النصف ساعة أو 25 دقيقة زين راح تشوفي نشف على وجهك، بعديها غسليه كالمعتاد كيف ما أنت متعودة تغسليه. طبعا بعد مرور قلنا نصف ساعة أو 25 دقيقة راح نغسل هذا الكريم من وجهنا. هذا الكريم ممكن يستعمل 3 مرات بالاسبوع او مرتين بالاسبوع، ممكن يستعمل يوميا، مواده كلش طبيعيه ولا تخافوا ما في اي مشكله. اما المتبقي راح تحطيه بعلبه هيك قزاز او هيك. شو راح نسوي؟ تضيفين معاه اذا حابه وحابه بشرتك هيك تصير فيها كلها حيويه ونشاط وهيك بشره ناعمه، ممكن تضيفين معاه حبايبي العسل، العسل رائع جدا هنا زين، ممكن تضيفين العسل معه. بعد ما غسلنا هذا من وجهنا شو بنسوي؟ هذا يعتبر التونر تبعتنا، نيجي نسويه هيك على البشرة كلها، على البشرة بالكامل، اسوي هيك على بشرتي بالكامل واسيبه على البشرة مو اقل حبايبي كمان من نصف ساعة. بعد النصف ساعة نغسل وجهنا كالمعتاد زين، ونحط الكريم تبعتنا الليلي او النهاري. حاولي استعملي اول اشي هذا وبعدين هذا التونر، هذا يستعمل ممكن يعني شغلك يوميا، وهذا ممكن يوميا، ممكن تستعمليه 3 مرات او مرتين هذا بالاسبوع، ممكن هذا 3 مرات او 4 مرات بالاسبوع، يعني نقول سويتي اليوم وخلص عندك المدة 3-4 أيام سيبيه خلص وقفي، أسبوع الجاي كمان أسبوع القادم كمان هيك سوي، تقدرين هيك تستعمليه، استمري عليه مو أقل من 3 أشهر راح تلقين بشر تحت العين هم يستعمل، تلقين بشرتك رائعة جدا بدون تجاعيد بدون تصبغات، توحيد لون البشرة ولا أروع منه. جربي هاي الطريقة وراح تنال رضا الجميع، وأتمنى أنكم تشوفون الفيديو على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية، راح يكون ابن اللبان الذكر رائع جدا، كمان يحمي البشرة من التصبغات وبنفس الوقت يزيل جميع انواع التجاعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى انكم تعملون لايك وشير واشتراك ودائما تفعلون الجرس عشان يوصلكم من عندنا كل جديد، ومع السلامة.